الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمثل لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص بمكة يوردت مئرات ستون ثمانية سمن أنكت وچن يأكد تجنات اندليل وچن يمكة مئرات وچهلو بأمنت قد دايلاي سفي تقرد ستا بتليم سلة وحيد سلة ملكتن ينس انت حسابنا سلة مطوم النتات تهتمر اللج حتك على إيزتها كسورة النمل لنا سورة الشعراء قارا بزوها اللي የወረደች በታጋት አሚን በመካ በነበረበትና ከሙሽሪኮች በኩል የተለያዩ ችግሮች በሙእሚኖች ላይ ይወርዱ በነበረበት ዘመን ስለሆነ ማለት ዋንኛ የዚህ ምዕራፍ ትኩረት ሐቅና ባጢል መካከል ያለን ትግል አቅጣጫ ማሳየት ታዛዥነትና አማኝነት በአንጻሩ ደግሞ አመጠኝነትና እንቢተኝነት ምን እንደሚመስሉ لسيطان سراويت وچنا با الله مؤمن وچ محكل ينبرون رجم انبياء وچ تاريخ تقل تاسا ينا لج بمثالينا هلت تاريخ وچنا ناقين يالن هلت يمجرم وچن تاريخ مالكم عندن يو بس انسانو دنبر يالفنا نقسنا نكمالت عالفو عملاكنا يالن يفرعون تاريخ من نايبت فرعون ወንዶቻቸውን የበኒ እስራኤልን ጻናት ተፈጸፈ ሴቶቻቸውን ተወ ተጫወተባቸው አዋረዳቸው ሰዎችን ለሁለት ከፍሎ يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم እንደሚለው ግማሹን ጨቁኖ እንደፈለገ ያረደ የተፈጸፈ ሌሎችን ደግሞ ከፍ አድርጓቸው የሱ ጎሳዎችና ዘሮች የነበሩትን የፈለጋቸውን ግደሉ ብሎ የነበረው ከዛም አልፎ ተርፎ ما علمت لكم من اله غيري كني بستكر لأن أنت أملاك على وقت الله جهم لأني أملاك أنت ما ترجع ينايل تفاسس أنه هو بسرات شرية في السنوات يجلاج وهذه الأنهار تجري من تحتي له الله يفسس ونجردي الصحابة الرقود مالك ليلة نعود أبنو يكارون تاريخ وكارون سلطان اللهم قن هفتو بتعام كدنبر يألفن الزرع يتلي أيوك وصحاب وصوتنا هفتو وچن كل فوتن كوا بركاتا ونجوش يتفاسسو አንቱ ቢባሉ ለማንሳት የሚያቀታቸው የነበረ ነው መክፈቻዎቹ ማለት ነው ወጦቹ ሳይሆን وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوب بالعصبة أولي القوة ጠንካራ የሆኑ ወንዶችን የሚያዳግት የሆነ ቁልፉ ብቻ ሀብት ሰጠነው ነበር አለ ሀብቱን ሲያገኝ እሱ ግን ምን አለ أوتيته على علم عندي እኔ ዘንድ ባለ እውቀትና ችሎታ በጥበቤና በጠንካራ ታታሪነቴ ነው ለዚህ የበቃሁት እንጂ አላህ ምናምን ይያላችሁ ወዲያ አትበሉኛ አላህ ከወደዳችሁ እንደኔ ሀርቲስታችሁን እንት ለወደደን እንዲያደረገኝ ያለ ሙእሚኖችን ሲያንገላታ የነበረ አንድ ጥጋበኛ ሰው ነው ማለት እነኚ ሁለት ምሳሌዎች ተፈቀሱት ሁልጊዜም አንቢያዎች ጋር የሚፋጠጡት የተመቻቸው ሰዎች መሆናቸውን ለማሳየት እና በራፊቱ መጀመሪያ አካባቢ ምናየው ያው የፍርዓውን ታሪክ ነው የፍርዓውን ገናናነትና ጥጋብ ምን ይመስል እንደነበረ ከዚያ ቀጥሎ የሙሳ ታሪክ እዚህ ምዕራፍ ላይ ከሌላው ለየት ባለ መልኩ ከአወላለዳቸው ከጡት አጠባባቸው ጀምሮ እስከ ነብይነት ዘመናቸው ድረስ ያለውን ሁሉ በሰፊው ተተንትኖ እናገኛለን። ሌሎች ምዕራፎች ውስጥ ያልተጠቀሱ ነገሮች ሁሉ ሙሳ ከግብጽ ወደ መዲን ያደረጉት ስደት እዚህ ምዕራፍ ላይ ብቻ ነው የተጠቀሰው። ሙሳ አለይሂ ሰላም አካለ መጠን ሲደርሱና
ጥራቶቻቸው ነያወቁ ሲመጡ ሁሉም ባለመቀበላቸው የተነሳ ፍርዓውን እንዲገደሉ በማዘዙ የተነሳ አገር ለቀው የሄዱበትና ከዛ በኋላም ከአስር አመት በኋላ ነብይነትን ያገኙበት ታሪክ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ቃሩን ታሪክ የሚያልፈውና መጨረሻው ደግሞ ትክክለኛ መንገድ መያዝ ምን ያህል ለድልና ለስኬት እንደሚያበቃ ጥመት ደግሞ ምን ያህል ለውድቀት እንደሚያበቃ ታታይና ምዕራፏ ትጠናቀቃለች። ሱረቱል ቀሶስ የታሪኳ ምዕራፍ ተብላ የተጠራችው እነኚህን ድንቅ የሆኑ ታሪኮች ስለምታስተምር ነው። ሱረቱ ሙሳ ተብላም ትጠራለች እቺ ምዕራፍ ለነሃ فصل الله فيها قصة موسى عليه السلام يا موسى تاريك سفا على الناس انتنب على ملكو سلا ذقب بعد مالك طاسين ميم بتدقاقامي اندا صلفنو الله أعلم بمراده تلك آيات الكتاب المبين نزيد يقلتو عنكد يقلتو مسعاف عنكدو جمهاتيو نتلو عليك من نبأ موسى كموسى تاريخ بانت لاي نانا بالن وفرعون كفرعون تاريخ بالحق بأونته لقوم يؤمنون لم يمنوا وجنوج إن فرعون علا في الأرض فرعون مدر لاي جنوال وجعل أهلها شيعا نواريوتوانم بدن بدن أرقو كفاق واتوال يستضعف طائفة منهم كالنسو يهنو بدن واتن يتقنال يذبح أبناءهم واندلجو تاتون ياردال ويستحي نساءهم سيتو تاتون دقمو يتوال إنه كان من المفسدين فسو كأتفوت نبرا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا بان الجابه تكون طلعي ولتاچن الموال نشالن في الارض بمدر لاي ونجعلهم ائمه مريوچم لنادرگاچو ونجعلهم الوارثين وراثوچم لنادرگاچو نشالن ونمسكن لهم في الارض بمدر لاي لنامچاچلاچو ونري فرعون وهامان وجنودهما فرعون هامان الناس راويتو اتشاونم لناساي منهم كإسرائيلاويان ما كانوا يحذرون يتنككوت ويم يتغلط ينبرون نغرا فاسمين بتدغاغامي اندا سالفنو الله اعلم بمراده من مالت اندى فلك الله راسو بالتعون وإن يوكو تلك آيات الكتاب المبين إنني لانتا يمين نببو اللي نقروج قلت يهونو متحاف قناكس مع الشوا يمي الشامع يتجبس بس قرام يبقى نقر يلي اللبت قلت متحاف አንቀጾች ናቸው እነዚህ። نتلو عليك من نبأ موسى በአንቀጽ ውስጥ ደግሞ ወይም በመጽሐፍ ውስጥ ከሙሳና ከፍርዓውን ታሪክ እንተርክልሃለን ሐቅን የተላበሰ ሲሆን ውሸት የሌለበት ማለት በሙሳና በፍርዓውን ታሪክ ዙሪያ በሌሎችም ታሪኮች በነብዮችና በንጉሶችም ታሪክ ጭምር በርካታ ውሸቶች ተቀላቅለዋል። ምናልባትም ከውሸቱ ክምችት ማከል ወነተን አንጥሮ ማግኘት እስከሚያዳግት ድረስ ስለዚህ አንድ ዓሊም ይላል ስለ ዒልም ታሪክ አክዘቡ ልዑሉም ይላል የትምህርቱ ሁሉ ውሸታም ይላል ማለት ታማኝ የሆኑ ወነተን ከውሸት የሚያበጥሩ ዘጋቢዎች አይደሉም ይደግሙ ለራሳቸው ወለታዊ አካሄድ እንድመቻቸው እንደፈለጉ ታሪክ ያልተከተተ ነገር ያናገሩታል። ይሄ ግን ሐቅን ብቻ ነው የሚናገረው ቁርአን بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ከፊት ከኋላ ከግራ ከቀኝ ውሸት ፈጽሞ የማይገባበት
እውነተኛ ነው። በሌላ አያም ስለ ቁርአን ቅሳ ሲናገር نحن نقص عليك احسن القصص ከትረካ ሁሉ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ቁም ነገር የሚያስተምር እውነትን መሰረት ያደረገ በሆነ መልኩ የፊርዓውንና የሙሳን ታሪክ እናወራለን لقوم يؤمنون آمان لهم وجنوج ይሄንን ንጥር ብጥር ያለ ታሪክ የሚገለገሉበት አማኞች ብቻ ስለሆኑ ማለት ان فرعون علا في الارض فرعون بمدر الله በጣም ገኖ ነበር የበላይ ሆኖ ነበር ከመግነኑ የተነሳ ንጉስ ነኝ ማለት አነተውና አምላክ ነኝ ብሎ ራሱን ሰየመ انا ربكم الاعلى ታላቁ አምላካችሁ ታላቁ ኃያል ጌታ እኔው ነኝ ከኔ ሌላ ምንም አምላክ የለም ከኔ ሌላ አምላክ የምትል ከሆነ ትታሰራለህ አላቸው ሙሳ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وجعل أهلها شيعا يمدد نواري وچن يقبل تبدر مع النوم بدن بدن أدرقو كفاف بلاتش كن نسو معاكل يتوسلو سن شفقون بدن بلو سيماتش مجا بعد الرقمر يعبتامنا ينقصو وقن وچ تبالوس سلقون درجة يزالو የመጨረሻውን አخذ ወይ ዝቅተኛ ደረጃ ደግሞ እስራኤላውያን ይዙ ነበር እንደ ፍርዓውን አከፋፈል ማለት በዘር ሐረግና በደማቸው ብቻ يستضعف طائفه منهم እንዲህ ታርጎ ጨቆናቸው قال المفسرون انه كان يستعملهم في اخذ الاعمال ከስራዎች ሁሉ የመጨረሻ ወራዳ የተባለ ነገር ላይ ይጠቀማቸው ነበር ጉልበታቸውን ይበዘብዛል ግንባታ ይገነባሉ አዝመራ ያመርታሉ ባሪያ ሆነው በአጠቃላይ ይሄ ህዝብ በአጠቃላይ ባርነት ታውጆበት በባርነትም ደሞ የመኖር መብት እንዳይኖራቸው ይዘብሑ አብናአሁ ወንድ ልጆቻቸውን ያርዳቸዋል ህፃኖች ወይስተሂ ንሳአሁም ሴቶችን ደሞ ይተዋቸው ነበር ይሄ እንዴት ነው ፍርዓውን ለዚህ በምን ተነሳሳ ባሮች ብሎ ካወጃቸው መጨፍጨፉን ለምን ፈደገው የሚለው ላይ ሁለት ዘገባ ነው ሙፈሲሮች ዘግበው እናገኘው አንደኛው ያው ከበኒ እስራኤል ዘገባ ጋር የመጣ ነው ህልማያል ፍርዓው ከቤት እስራኤል እሳት ተነስቶ የግብጣውያንን ቤት ብቻ መርጦ የሚያቃጥል ቤታቸውን ሲያነደዋል በህልም በዙሪያው ጠንቋዎችና ድግምተኞች አይጠፉም ነበርና እንደ አዋቂ የሚቆጥራቸው እነሱ ነው ህልሜን ፍቱልኝ ይላቸዋል ያንተ ህልምማ ፍቺ ከቤተ እስራኤል የሚወጣ አንድ ልጅ አለ በዚያ ልጅ አማካኝነት ያንተ ንጉስ ታሪክ ያከትማል ያንተ ህዝብ የበላይነትም ያከትምልታል ማለት ነው ከቤተ እስራኤል የሚወለድ ገና የሚወለድ አዎ በቃ ከዚህ በኋላ የሚወለዱ ከሆኑ ገና ሳያድግ መፍትሄውን አግኝቸዋለሁ ማንኛውም የምትጸንስ ሴት ከጸነሰችበት ጊዜ ጀምሮ እስከምትወልድ ድረስ ክትትል ይደረግ ስትወልድም አዋላጆች ከኛ ወገኖች ብቻ ይሁን ጾታውን ይመልከቱ ወንድ ከሆነ እዛው ይገባል በዚህ ሁኔታ በሺዎች የሚቆጠሩ ህፃናቶችን ጨፈጨፈ። ሴቶችን ደግሞ የቤት አገልጋዮች ሆነው እንዲቀሩ አደረጋቸው። ሽማግሌዎችና ሴቶች ብቻ ተረፉ እንጂ ከታች የሚተካ ወንድ እስከሚጠፋ ድረስ ማለት ነው። እንዲህ በዚህ መልኩ ይጨቁናቸው ነበር። يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ከአጥፊዎች ነበር እርሱ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰነውን ውሳኔ ማንንም በዘዴው በብልሃቱ ሊቀለብሰው አይችል ከቤተ እስራኤል ይወጣል የተባለው ይሄ ነው ሌላው ዘገባ ደግሞ በኑ እስራኤል ወደ ግብጽ ከመምጣታቸው በፊት አባታቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወደዚያ አካባቢ ለዳዕዋ መጥተው የገጠማቸው ችግር ነበር አለቤታቸውን ሳራን በወቅቱ የነበረው ፍርዓውን ለመቀማት የሞከረው ምንም እንኳን በአላህ ተአምር ታይሳካለት ቢቀርም የዚያን ጊዜ
إبراهيم كتمل لسوه على كنيد الرياء يمي وطا عند الجالة بالجالة جامعا كنينت يقبس عويان كنانانت ياكت مال بلو تناقرو نبرنا إيهين تاريخ إسرائيل عويان يتكباب بلالو يانا جدا تنسطو قبس عويان جوروت أبلال هيدو دقمو فرعون سندي ترسا آياتات شون ديهورو اللي جاولو تسفال لاتشو تسفال لينوراتشو لجو تشاتشو وشفتفال لنباتشو ولو يمردو بجي سفرنو يلا على كل حال الله من على ونريد أن نمن على الذين استضعفوا بالنجابة تشكون طلعي ولا تعموا عالم فلق على الدنيا دقمو السن دالو مالك تعيقون مريو الجندهون ونجعلهم أئمة يمدرهم وراشو الجندهون نارك أشوان دنا بطعم بمنقر مهونيتا يا ሁሉ ህፃን በሙሳ ሰበብ ተጨፍጭፎ ሙሳ አለይሂ ሰላም ሲወለዱ ግን በፊርዓውን ቤተ መንግስትና በፊርዓውን በጀት እንከብካቤ ተደረጎላቸው እንዲያድጉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁኔታውን አመቻቸ ያለው አይቀርምና ላዩንጂ ሀደር من قدر الله ጥንቃቄ አላህ ተቀበረው ነገር በፍጹም ሊያድና ይችላል አላህ ደግሞ ውሳኔውን አስተላልፏል والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فرعون هامان الناس راويتوچون يسغولتنا يتتنققوتن نجر للناس حياچون فلكالنا موسى عليه السلام تولدوا كتولدوا بحالام فرعون اندا ياغنياچو بمسغات بساطن ادرغا بحر لا يطالچاچونا ديتو ከዚያ በኋላ ፍርዓውን ቤት ገብተው እንዲያድጉ ሆነ ይሄንን እንግዲህ በሚከተሉት አያዎች ተንትመውታል وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني رادوه إليك رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأوحينا إلى أم موسى ودى موسى أن تم وحي عور ابن رأي عجنان وإن أستوسنا أن أرضعيه أدبي وايدوش فإذا خفت عليه بالصليك تدقاشنا كفراش دقمو فألقيه في اليم بباهر لايك آيو ولا تخافي لما تخفي ولا تحزني أستكجي إنا رادوه إليك إن يارسون ودعزيما لا شوتنا وجاعلوه من المرسلين كملك تنجم أدراج وشنانا فالتقطه آل فرعون يفرعون بيتسب وشم عظيمت ليكون لهم عدوا وحزنا لا تنا يتكازي من جندهن الله إن فرعون وهامان وجنودهما فرعون هامان الناس راويت وشاتشو كانوا خاطئين ستتنيوش نبتر وقالت امرأة فرعون لفرعون بالبيت مالك قرة عين لي ولك لنمهن الانت يعني ماركة شنوات لا تقتلوا التبدل عسى ان ينفعنا من البعث لتكمني كجل عندكو او نتخذه ولدا وإن لجال رجل نزو وهم لا يشعرون نصو دنيهن تقويايو من دهنا آيات من الأسرة قريب الله سبحانه وتعالى لموسى الناس لبونا علي عندها الصابة في السلال إن اللي جكوا اللي نشوه على أدبيو
ከዚያ ትጋት ካደረብሽ ወደ ባህር አይዋላል መጀመሪያ የሙሳ አወላለልና ከነዚያ የደምጽመኞችና አፍሳቾች እንዴት ሊድኑ እንደቻሉ ገና ሲወለዱ የተባለ ነገር አለ መፈክሮች የሚሉት ያ ምንድነው ፍርዓውን በኒ እስራኤል በጣም እየተፈጨፈ ባለበት ሰዓት የሰራተኛ ቁጥር ያጠራቸው መጣ ግብጣውያን እነኚህ ሰዎች ወንድ ልጆቻቸውን እየተፈጨፈን ሴቶችን እየተውን የነበሩት ትላልቆች ያረጁና ያያለቁ በሄዱ ቁጥር ዛሬ እነሱ እየሰሩት ያለውን የጉልበት ስራ እኛ ልንሰራ ነው አሁንም ለነሱ አዝኖ አይደለም ከትብርና የመነጨ አይደለም ከራሳቸው ጥቅም አኳያ አዩትና ይሄ ነገር ለኛ አስጊ ነው ስለዚህ መታረድም ካለባቸው አንድ አመት ይታረዱ አንድ አመት ደግሞ ይቀር አንድ አመት ሳይታረዱ የቀሩ ዘንጉሱ ነጣ የወጡ ሰዎች ናቸው ማለት ይወጣቸውን ለማጥፋት ይወጣቸው ይሁን ዋሉና ሐሳብ አቀረቡለት ይሻለ በማይታረድበት አመት ሃሩን አለይሂ ሰላም ተወለደ የሙሳ ታላቅ ወንድም የነበሩት ነብይ በሚታረድበት አመት ግን ሙሳ ተወለደ ሆኖም የሙሳን እናት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሸፋፍ ማጥ ነበር እርግዝናውም አይለይም ነበር ስለዚህ አልግዛለች ብሎ ለመከታተል ብዙ አመት ሁኔታ አልገጠማቸው ስትወልድም ለብቻው ወለደች ግን ህፃን ልጅ ቤት ውስጥ ካለ ድምጽ አዳምጠው ጦታው ማየታቸው አይቀር የሙሳ እናት በጣም ተጨነቁ እንግዲህ አጥቢውና በባህር ላይ ጣዩ የሚል ሐሳብ አላህ ቀልቧ ላይ ጣለላት ለጊዜው አጠባችው ልጅን እንኳን አጥብቶ ማሳደግ የማይቻልበት ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለችው ከዚያ በኋላ በሳጥን አድርጋ በባህር ውስጥ ጣለችው ሳጥኑን በገመድ በባህር ዳርቻ ባለ ዛፍ ወይም እንጨት ላይ አሰረችው ጨለማን ተገን አድርጋ ወይም የሰዎች እግሮች በሚያልፉበት ሰዓት ተሽለክልካ ወደ ባህሩ እየሄደች ታጠባለች ገመዱን ሳብ አድርጋ በኋላ ደግሞ ለቀቅ አድርጋው ትሄዳለች እንዲህ ካልሆነ መኖር ስለማይቻል ከዕለታት አንድ ቀን አላህ የፈለገውን ሊሰራ ፈለገና ሊየቅዲ አላሁ አምረን ካነ መፍዑለን ያ ገመድ በስብሶ ወይም ተበጥሶ ሳጥኑ ወደ ባህር መሀል ይሄዳል ባህሩ ላይ እየተንሻለለ ሄዶ የፍርዓውን ቤተሰቦች ለመዝናናት ባህር ዳርቻ ላይ በነበሩበት ሰዓት ሳጥን ይመጣል ያውራል እንዴ ደግሞ ይሄ እስቲ አምጡት ሳብ አድርገው ሲያውት ከፍተው የሚያምር ልጅ ህፃን ልጅ ያውጣል ፍርዓውን ደግሞ መሀን ነበር ይባላል የፍርዓውን ባለቤት የሆነችው አሲያ አላህን ፈሪ ሙእሚን ናት ደግሞ የአላህ ፍራ ይገርማል እዛው ፍርዓውን ቤት ሆና አላህን ፈሪ ናት رب ابن لي بيتا من عندك ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين انت زد بيت جبالين كفرعون ما كثرهم ما دمن كغبنيوچن بدل ادمن يالك دعاء ترك نبر فذا يعني اللي صاب ادرغو سياوت الله سبحانه وتعالى عند يطالبت نجر عنه تودا جنته والقيت عليك محبه مني اساچون يا يهول يوداچوال كلجنت جمرو فذا بالا يذاو ወደ ቤት ለመግባት ተገደደች ማለት የፍርዓውን ልጅ ናት ያገኘችው የሚልም ዘገባ አለ አላህ ነው የሚያውቀው አልመሂም አላህ فاذا خفت عليه فالقيه باليم ولا تخافي على تفري ولا تحزني من ما تكجيني من متطبقه وقايه الله اغنت عن مضاعفه من الدروع وعن عال من الاطب ان رده اليك جمل فو ودانجو بلتنو راسك يا طباش تصدقي والله ከዛም አልፎ ወጃዒሉሁ ምን አልሙርሰሊን ከመልእክተኞች ይሆናል ከአላህ ባለሟሎችና ነብዮች መካከል አንዱ ሙሳ ነው ብሎ አላህ ኢልሃም ሰጣት ፈልተቀጠሁ አሉ ፍርዓውን የፍርዓውን ቤተሰቦች አገኙና ወሰዱት እነሱ እንዳሰቡት ይበጀናል ብለው ነው ግን ተጨባጭም ነበር ጸላትና የሐዘን ምንጭ ነበር የሆነባቸው ስለዚህ ሊየኩነ ለሁም ዐዱወ ወሐዘነና هذه اللام يسميها النحويون لام العاقبة فجرشاهم بيكونا مالا وصلوا اتشو فرعون هامان الناتراويس وچاتشو يسرائيلاويانن هسعانات زمجف شفاتشو
ይሄ ልጅ እንዳያልክ ለማድረግ በመሞከራቸው የተሳሳቱ ነበሩ ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين يجيك دي فرعون ايو መገደል አለበት ለምን ሲሉት ከእስራኤላውያን ሆነ በምን እናውቃለን አይደለም ይሄ ነው መሬት ወድቆ የተገኘ ልጅ ነው እኛ ደግሞ ልጅ የለንም ምናልባትም ካሳደግነው ያይን ማረፊያ ይሆነናል ወይም ልጃችን ነው ብለን እናውጀዋለን አሉ ጉዲ ፈታም ይባል ነገር አለ ጃሂልያው ይፈቅደዋል እስላም ነው እንጂ የማይፈቅደው ያልወደድከው ልጅ ብለህ እንደ ልጅ መብት መስጠት ለማይፈቅደው ادعوهم لآبائهم هو أقسط لكم عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فأباسوا تشعر الطويل لنا لا تقتلوه والد يا فرعون بالبيت عسى أن ينفع قرة عين لي ولد لأن أنتم يعين ما رفع والد في حديث ابن عباس الذي أخرجه النسائي من إلال أما لك فنعم وأما لي فلا أو من الباس لأنت يعين ما رفع ليهون إشلا ለኔ ግን አይደለም እንዳለው ለሷ ሆነላት ለሱ ሳይሆን ቀረ እሷ መነችና የጀነት ደረጃ አገኘች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናውን በቁርአን ያወደሰ ያሞካሸት ከሚያነሳ ድረስ ሆነች وهم لا يشعرون بهم قداي ሲወያዩና ሲነጋገሩ ስለ ሙሳ ማንነት አላህ ወደፊት ምን ስላዘጋጀላቸው አንዳችም የሚያውቁት ነገር አልነበራቸውም بل جعلهم الله كتارا لنفاذ قدره يوصلوا لما تفصم فكانوا ادرغو يتغلق نباچ رب العالمين يفلقوا النجر ففلقوا النجر لا مسخر ما درا اي استانهم من نار واصبح فؤاد من موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا يا موسى الناس اللبوا يتراك وتغنات كتبت معلم إن كادت لتبدي به فرصوا بقلت لتناكر هك أربع نفر لجي تقصبين بلا لولا ربطنا على قلبها ربنا علي بأننا ترك نوره بأننا تنكرات نوره ماله لتكون من المؤمنين كمؤمن أنته وانزلت وقالت لأخته لأهدو مالك لموسى أهد عليه السلام قصي فكتات يوسفية فبصرت به عن جنوب كركة هنا أيت يموسى أهد هم لا يشعرون نسوا ما يوقعونه بعد هنيدا وحرمنا عليه المراضع هذا بوجه هلو بالسلاي ارما درقناتشو من قبل كموسى الناس بفي فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم تنكباك بوتي يمي أسادقوا أتشو بيتسبوتشن لا ملكة أتشون عليك وهم له ناصحون إن رسول السوء تعمان يوجهنو يمي انكباك بوت تقرقواني وجهنو فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ودنا ثم لسنا عينها عندت الرقاكة أفويتا عندت نجل ولا تحزن عندت فاضن عندت فكذن ولتعلم أن وعد الله حق يا الله قال دون مهنون عندت توك ولكن أكثرهم لا يعلمون أبضها أن يوجد شو آيوكم من جهة قريه موسى النار بجاد شو በባህሩ ላይ ሳጥን ውስጥ ነው ያለው በገመድ ሳብ ያደረጉ ነው የሚያጠቡትና ልጅ እዛ ነው ብለው ለማጥባት ተደብቀው እየተሽለኮለኩ ወደ
ባህሩ አጠጋ ሲሉ ገመዱ ተበጥሷል ታጥሙ ባከባቢው ያለው ትግስታቸው ተሟጠ ምድር ጠበበቻቸው ተጨነቁ ልጅ እንዳላቸው ማህበረሰቡ አያውቅም ያውቁ ኖሮ ያርድባቸዋል ለማን ነው የሚነገረው ለማን ነው የሚያመለክቱ ግን ተው ሰውቱ ግሱ ሲሟጠጥ መለፍለፉ አይቀርም ይመጣ ይምጣብ ጮኸው ሊጠፋኝ ብሎ ለመናገር ተቃረቡ አለው إن كادت لتبدي به قلنا الله سبحانه وتعالى لبونا جون بإيمان تنكرى للرجل الله كمؤمن وجند هنو سلوى السمنات لفل لقمع عندما أنهم تتمانتوا يهودا جون بهودا جويزو لما تأيك ويم لما تكتاتا ليالو عمارات يسأل لجا جون متقمع موسى تعالى كهد مريم متبال نبرجة فالصان ይተከታተ ያው በየመንደሩም ብትገባ ምን ፈልጋ መጣች ብሎ ሰው ላይ ታዘባል ይችላል ጻን ስለሆነ ቁስይ ያው እየተከታተለች ልጅና በርቀት ስትመለከት ያን ሳጥን የፍራውን ቤተሰቦች ከፍተውት በእጃቸው እንደገባ አወቀ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون نسغنا ياوكم يا موسى اهل مهونوان ከዛ በኋላ ይገልጹት ነው ወይስ ምን ሊያረጉት ነው ይያለ እየተመለከተች ጉዳው ወደ ሌላ ተቀይሮ አገኘችው ልጁን አትግደሉት ብላ ሴትዮይቱ ጠይቃለች ላ ተቅትሉሁ አታ አይፈአና ለሷው ሲል ደግሞ መግደሉን ትቷል ፍርዓውን ስለዚህ አጥፊ ነው የሚፈልገው ማን ያጥባውና ያሳድገው ሞግዚት ፈልጉ ተብሎ አገሪት ታስተድሏል ያቺ ተመጣለች ጡቷን ጠጋ ተታረክ አይወስድምሽ وحرمنا عليه المراضع من قبل ሌላኛው ተመጣለች አሁንም አይቀበል በጣም ተቸግረው ይያለ የሙሳ ህት አለይሂ ሰላም እዛው ጠጋ ብላ ይሄን ልጅ የሚያጠቡላችሁ ቤተሰቦችን ሌላ መልክቶ ወይ هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم እንደውም እኮ የሚያጠቡት ታማኝ ሆነው ነው ستل تتراثروا النصر كيف عرفت نصحهم لهم لسو تامان يندميون ومن اوقش دمو انشي شلوات اي ينقص نجل وكتب على مجب ما ننمسو ودوها لاي لما عندنا قبل ما اغنيتا نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في بؤورة الملك ورجاء منفعته لك اطوات الصاننا ፈለጋውን ከተሉ ለማንኛውም ግን እቺ ልጅ የምትለው ቢሞከር ተባለና የሙሳ እናት ተጠርተው አንድ ልጅ ተገኝቷል ጡትም ያጠባው ሴት ጠፍቷል ምናልባት ያንቺን ጡት ከተቀበለች ለይና ሞክሪያ አሁንም ደስታው በጣም ነው እንትን የሚለው ሰብሩም ያሳጣው ግን ብለው ታይመስሉ ገቡና ልጁን አንስተው ወደ ጡታቸው ያቀርቡት ለቀም አድርጎ መጥባት ጀመረ አሁን በጣም ደስ አላቸው እቺ ሴትዮ የፍራውን ባለቤትና ያው በዙሪያው የነበሩት ሁሉ ደስ አላቸው ምን አለቻቸው በይ እንግዲህ እዚ ተገበጭና ይሄን ልጅ አጥቢ እንፈልጊውን ነገር ሁሉ እናሟላልሻለን ኧረ እኔ እዚ መቀመጥማ አይመቸኝም ምክንያቱም ልጅ አለኝ ባል አለኝ እኮ ባለ ምዳር ነኝ ዳግመኝ አይደለም እዚህ ተገመጭ ብለው በፍጹም አልቀመጥም ከፈለጋችሁ ልጁን ይዤ ሄጄ እዛው አጠባላችኋለሁ ትእዛዛችሁን አልነቅፍም ማለት እሺ ዘሹ ሂጂ አሏት ከቤተ መንግስትም ከሚኒስትሮችም ከሁሉም እንግዲህ አድያ ወደ ሙሳ ቤት መጉረፍ ጀመረ ወደድ ባይ እንግዲህ ሽብር ጉድ የሚል አይጠፋም فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ودناته ملسنا عينها عند ترغاغا عند اسقبنا عند تحزن عند تحزن رغتا لجوان عند تاتجدو وبيتا ملسنا لالا ولتعلم ان وعد الله حق يا الله قالم اونت مهونون عند تاوقنا ولكن اكثرهم لا يعلمون نغرغن كسبوچ ابزاهانياوچو اياوكم يا الله قال انديت اونت اندميونونا انديت اندميفتصوا يغباچو الله قال جبتولات نبر ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك تبلال
አትፍሪ አትደኝ እኛ ወደ አንቺ መልሰዋለን ተብሏት አለ ሷ በኩል ያ ቃልውን መሆኑን አየት ምክንያቱም ሰዎች አይገባቸውም ገይብ ሲሆን ብቻ ነው የሚገባቸው እንደውም አንዳንድ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደፊት ሆናል ያለውን ነገር ጎጂ መስሎ ሊታየን ይችላል ግን መጨረሻው እሱ ላይ ነው ይበጅ ወአታ አንተክረሁ ሸይአን وهو خير لكم አንድ ነገር ልትፈሩት ትችላላችሁ ግን ለእናንተ የተሻለው እሱ ሊሆን ይችላል ብሎ እንደሚናገረው ማለት ነው ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ولما بلغ أشده تنكاري ودرجة يدرس كده وإن أكال نتن يدرس كده واستوى ستكاكر وإن ستنا كده آتيناه حكما وعلما ربنا اوكتن سلطان وكذلك نجزي المحسنين اندي بزي ملكوم بقو سريوچن المنداتو علم ودخل المدينة كتموا قبا على حين غفلة من اهلها نواري وچوا بتزنا قبت فوجد فيها رجلين يقتتلان ولت سووچن سواقو ويمسي التبادبو اغنياتو هذا من شيعته يهنيو كتاچو جماعانو كموسى مالا وهذا من عدوه يهنيو دغمو كتلاتاچ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه كزمدوچاچو ويم كغوساوچاچو يهونو بطلاتاچو لاي طلاتاچو بنبرو سويي لاي ارداتا طيقاچ فوكذه موسى موسى ببوكس مسجد مال فقضى عليه واستنبذ وإن قدلوا قال هذا من عمل الشيطان إيه كشيطان سرانور إنه عدو مضل مبين رسوت ألاتنو عحتا تاجنو قلت يوزا قال رب إني ظلمت نفسي قتائي هوي إني راسين بدي يالوهن فاغفر لي نهرة تارز قلن يالونا لمن فغفر له الله مغفرة الرجلت إنه هو الغفور الرحيم إنه مرسو مغفرة خفي أذان نونا قال رب بما أنعمت علي بني لا يبوى الكولة فلن أكون ظهيرا للمجرمين لأرى من يوج من كثم أفكار لهم بلهم قال رب موسى عليه السلام نقري موسى ففرعون بجد إن جانبوا الله هذا الرجل አድገውም ተነከሩ በረሱት ልክሰውም የፍርዓውን ልጅ ተብለው ነበር የሚጠሩት የፍርዓውን ልጅ መባሉ ቀርቶ የፍርዓውን ልጅ እንዳልሆኑ ማወቁ ያው በእናታቸው እጅ ስላደጉ ፍርዓውንና ወገኖቹም ካፊሮች ናቸው ተጨማሪም የአላህ ጠላቶች ከመሆናቸው በላይ ደግሞ የበኒ እስራኤል ጠላት መሆናቸውን ስላወቁ አንዳንድ የሚፈጸመውን ደባ መቃወም ጀመሩ። በዚህም ታወቁሳቸው እንዳውም ከከተማው ወጥተው ገጠራ አካባቢ ይኖሩ ነበር ወደخل المدينة ሚለው በረፍት ሰዓት ወይም በጠራራ ሰዓት ሰዎች በየቤቶቻቸው በሚያርፉበት ሰዓት ነው ከተማ የገቡት የነበረው ይላሉ። አይደለም ፍርዓውን ወደ ውጭ ሲወጣ መውቂ መካታ ህዝብ ያጅበዋል
كم يجبو محكال استعجوم عبرو يوتو نبه لفرعون الجمي لو السم سلال تنسا استعجوم يراساتجونا كم يجباتجو جمعالا وطو كجا يكو يبن كو يتو ودى كتما تملسونو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها يكتموا سووج بتزن عقب الساعات برف ساعات شو قبو قال ابن عباس كان ذلك نصف النهار بماشك اللي كلك اللي ببرها عقر سووج من كساكك بطمه بتشكر مكتوها يلن يطلو نما فزن ساعات قبو سي قبو لسووج جبال جبال عند اسرائيلوينو عند جودقو بمتاوين سبات شو مفسروش اندميلو جتقاتوت እንቸት ተሸክመን ሂድ ምግብ ማብሰያ ብሎ ያስገድደዋል አልችልም ማክም ያደልም ይከብደኛል ተሸከም አልችልም እዚህ ማከል ተጣልተው እየገረፈው ነው ይሄኛ በግብጣዊ ላይ መልስ መስጠት አይቻለም ይዛል ንጉስ አይከፈት ሰማይ አይታረስ ይላል ሀበሽ የዛ አይነት ነገር ሙሳ አለይሂ ሰላም ሲመጡ በቃ ሙሳ መጣ እስቲ ባክህ እርዳኝ ساتون الداتا يتيقو آن من نفوذ رجد بلو يتاو قدرنا برا سو يو لشاش اتلال لميل نو ليلة ودقمو قنبتا اتشاون تنكار رانا الضرو مقال اقل آي السانا اتشاون فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه تاو انجي من عرق تروال لسو يو لكا قو جبلو نكاتي عرقود فرد ربتنا برا الناس الرالة كانو درسا تنك سببي قو ايبقو على كانو يدرسا سو يو موتى موسى عليه السلام بن مجدل اكتبوا ما لنبرم لمجلاجل اهل يادرغوت مكرى نبر يزي كده طفات انداقفو تسمعج وانجل اندثر نفس اندجدلو تسمعجونا هذا من عمل الشيطان ايه يا شيطان سرانو ما درغا يكفانيم نبر ياتم منجديم شيطان يتولج طلاطو نو اساساج نو يوطال للطلاط نو نا እሱ ነው ያሳሳተኝ እንጂ ማድረግ የማይገባኝ ነገር ነበርአሉና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸውን ዘርግተው እኔ ወለምቱ ነፍሲ ጌታዬ ሆይ እኔ ነፍሴን በድያለሁኝ ማድረግ የማይገባኝን በመስማቴ ፈቅፍሪ ምህረት አድርግልኝ ብለው አላህን ለመኑ አላህም መግፊራውን አደረገላቸው ምክንያቱም እሱ ምህረት ሰፊ አዛኝ የሆነ ጌታ ነውና ይህን ስህተት ማለፍ አይከብደውም ከዚያ በኋላ ለአላህ አንድ ቃል ገባ ከዛሬ ጀምሮ በተጠህኝ ኒዕማ እነነት ጉልበት አቅም ተጠህኛል ጥበብና ዕውቀት ተጠህኛልና ከግፈኞች ጋራ ተሰልፍ ያሳገኘኝም ከተበደሉ ሰዎች ጋር ሁሉ ጊዜ ተሰልፋለሁ رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ለሙጅሪሞች አጋር አልሆንም ብለው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገባ فأصبحت المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فأصبح في المدينة خائفا بكتما يتمست بسقاتست هنا وعدروا يترقب إن يتتبابكوا من النمكات مع التوم على النوم فإذا الذي استنصره بالأمس وداونوا ትላንትና እርዳታ ጠይቋቸው የነበረው ሰውዬ يستصرخه ዛሬም እርዳታ ይጠይቃቸዋል قال له موسى موسى ለዚያ ተዋሉት انك لغوي مبين انت ግልጥ የሆነ ከተማማ ነህ ለካሉ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما لولتاቸውም
ጣላት የሆነውን ሰው ሊቀጡ ሲፈልጉ ግዜ قال يا موسى انت موسى هوي اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس بتلانتناو قلت نفس انداطفاهو اندجدلكو كله زاري دغمو انينو مجدل تشالله اندي انت تريد الا ان تكون جبارا في الارض انت بمدير لاي امباغنن مهون انجي ديلا نغار اتفلك وما تريد ان تكون من المصلحين كم يستكاكلوت ويم كم يستارقوت سوج لمهون فتصمو استشام مالاچ لانت باسالفنو درس نبي الله موسى عليه السلام باغاطامي ሁለት ሰዎች ተጣልተው አንዱ ወገናቸው የሆነ ሌላኛው ደግሞ ከጠላታቸው ሆኖ የነበረ ሰው ወገናቸው የነበረው እርዳታ ሲጠይቃቸው ለመገላገል በገቡበት ሁኔታ ያ ሰው እጃቸው ላይ ጠፍቶ እንደነበረና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መግፊራ እንዲያደርግላቸው ዱዓ አድርገው እንደተጠናቀቀ ተነጋግረናል። ይህ ድርጊታቸው ከአላህ በኩል መግፊራ ቢያገኝም ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له بالو مسرات الله مغفره بيادرجላቸውም فرعونና ወገኖቹ ግን የሚያልፉት ስተት አልነበረ ችግሩ ግን ማን ነው የገደለው የሚለውን ለማወቅ አልቻሉ ከዛም ክትትል ያደርጋሉ ሙሳም አለይሂ ሰላም በስጋት ውስጥ ሆነው አደረ እነሱም ጣታቸውን የሚቀስሩት ወደ በኒ እስራኤል በተለይም ወደ ሙሳ ነበር እስራኤላውያኑ በደል ስላለባቸው አንዳንዴ አጋጣሚ ሲያጋጥማቸው ወደ ኋላ አይመለሱም በተለይም ደግሞ የፈርዖንን ድርጊት እየተቃወመና ተቃውሞ ያሰማ ያለው ሙሳ ወልቶ የሚታይ ሰው ነው ብለው ጣታቸውን ወደ እሳቸው መቀሰር ስለማይቀር فأصبح في المدينة خائفا لسقاطست هنا وعدتر نبي الله موسى عليه السلام من يسوج السنة يقدلوا بلو يكتعطلوا النهون إيالوا مالما فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرفه سويه تلانتنا بإسرائيل بقبط أويو لا إرداتات أيقوا الشيء نبرو بما قستو دمو ليلا قبط أوي قاتت عالتو تيتكاتك درسان የጥላንተናውን እየሰጉ ዛሬ ሌላ ገጠማቸው የስተስሪኹ እርዳታ ይጠይቃቸዋል በቃ ይሄ ሰው ጠቅጣቃ ነው ጸቦችን የሚያነሳው እሱ ራሱ ነው ካቁም በላይ የማይችለውን እየተጣላ ለምን አርፎ አይቀመጥም ብለው ሊቆጡት ፈለጉና انك لغوي مبين በቃ አንተ ራስህ ጠማማ ነህ ማለት ነው ሁልጊዜም ሰው ጋር ተጣላለህ እንዴ አንተ ብለው ሲቆጡት ሰውየው ሙሳ ዛሬ ደግሞ ለኔ ነው መሰለ ተዘጋጀው ብሎ ገመተ። እሳቸው የፈለጉት ያንን ሰው ሊገላግሉትና ጣልቃ ሊገቡ ነበር። ያን እየደበደበው ያለውን ሊመክቱለት ማለት ነው ሊቀጡት ነበር የፈለጉት። فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما يغارط ጣላታቸው የነበረውን ሊቀጡ ሙሳ عليه السلام ሲፈልጉ ግዜ ለሱ የመጡ መስሎት አንተ ሙሳ ሆይ ትላንትና ሰው ገደልክ ዛሬ ደግሞ እኔን ልገልፈልክ ሆያ የትላንትናው ሰው በማንጅ እንደሞተ አላወቁም ነበር በኑ እስራኤል ማነው ግብጦች ማለት ነው ጥምጦች አላወቁም ነበር ይሄ ሰው ግን በቀላሉ ማን እንደሆነ አጋለጠ ትላንት ሰው ገለ ዛሬ ደግሞ እኔን ለመግደል ትፈልጋለህ ሆይ ያንተ አላማ ለካ አሁንስ ታወቃለች በደልን እቃወማለሁ ዙልምን እቃወማለሁ ትላለህ ራስህም ሌላ አምባገነን መሆን ነው የምትፈልገው እን تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين تقتل من تشاء وتضرب من تشاء وتستبد في الارض فلكهم مجدل فلكهم مدبدب مدر ላይ ደሞ ገናና ሆነ መታየት ነው የምትፈልገው እንጂ اصلاح አይደለም የምትፈልገው አለዛማ ማስታረቅ ብትፈልግ ኖሮ በመሐከላችን ገብተህ ነበር የምታስታርቀው እንጂ ለመምታት አታጣጣም ነበር አላችሁ ሙሳ አለይሂ ሰላም
የትላንትናውም ድንጋጤ ውስጣቸው ነበር ተበድሎ ሲያውት አልቻሉም ሁሉም ማየት አይችሉም ነበርና መስራቅ ሰለላሁ ሰላሙ ዐለይሂ ስለዚህ ተውትና መለሳል ግን እዚህ ላይ የሚገርመው ነገር ምንድነው ያ ማህበረሰብ አስተሳሰቡ ተገላቢጦሽ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉም ከመብዛቱ የተነሳ በደልም መከላከል አንባገነን ያስብላል ሙሳ ዐለይሂ ሰላም ሁሉምን ነው لكن فطراته تبلشتال تبلدت الفطره فاستمر الناس الذل والتساغط امواشوا الياو ذلوا سنت شي زوچن بتليم دمو وانجل سرتوا ياقالو تبلو ما يتاسبو حصانات يچفچفو فرعوننا تكتايوچو جبار سايبالو موسى عليه السلام لمغلاغل بغبوت دنگتنيا كستت جبار مهون تفلغاله تبلو تكوننو ለዛውም ደሞ በወገናቸውና በዘመዳቸው ማለት ሙሳ አለይሂ ሰላም አሁን ትጋታቸው እየጨመረ መጣ ወጃአ ረጁሉ ሚን አቅሷል መዲነቲ የታ قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين كيف وصل الخبر إلى فرعون وريو فرعون زند انديت لدرس تعالى موسى نو يجدلو يتلان تنعون ملو لن ملو ያው በትርጣሬ ነው ቀደም እንደተባለው ሁለተኛው ደግሞ ምክንያት ምንድነው እስራኤላውያንም ራሳቸው አንድ ዛሊም በነሱ በኩል ጥቃት ተፈጽሞበት ያው ውስጥ ለውስጥ ይሸፋሸኩ ነበርና እሳቸው ዘንድ የነበረው ወሬ ወደ ግብጻውያን ለማለፍ ችሏልና ወደ ፈርዖን ሄደው ነው ጀሊል እንደሚሉት እነ በኒ እስራኤል قد قتلوا رجلا من آل فرعون إسرائيلاويان كفرعون بيتسبوش معاك لاندسو قلو قلنا فخذ لنا بحقنا ولا ترخص له حق أشنن يازل نقرون كلا أدركا هاتم ملكته سيلاتشو قال أبغوني قاتله ما سرأي بانه قدعون أمتم لي مسكرم مامتو ينقر كالتطار رابستكر انديتي هنا ليالة يمي فلقون نقر يبلت من رجال ما تناكر مكراون جمرة يولدتن يوا عبقات آمي اندو بنتاية تقنيتش ماسرجا نبرج اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس يميلو مالنا كجا انجري من هنا وريو فرعون زند درسو فرعون النام وكانن توچو تسباسبو ويييت جمرو انديت ناغنيو يفلق ييال يقطا زجاو ابرواچو كنبرو سوچ ماكل يفرعون دغافي كهونوت مالن نو موسى اندمو ጥሩሶ መሆናቸውን ያምን ነበርና መዳን አለበት የሰው መከታት የለበትም ብሎ አቋም ያዘ ይሄን ነው በሚቀጥሉት አያዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የገለጠልን وجاء رجل من اقصى المدينه ከከተማ ሩቅ ቦታ አንድ ሰው መጣ يسعى እየገሰገሰ قال يا موسى انت موسى ሆይ ان الملأ يأتمرون بك መቋምንቶቹ ባንተ ጉዳይ እየተማከሩ ነው ያሉት ليقتلوك ليقلوه نولا ليلام صايحون فاخرج هزي هاجر وطالت إني لك من الناصحين إني لانتا كمي كوركورو تان دونين يانت فخرج منها خائفا ككتمايتو بسقات توتو وطو يترقب يتتبابكو قراك اجدر سبنو ايال قال رب نجني من القوم الظالمين يتايهوي ግፈኛ ከሆኑት ወገኖችም አድነኝ ብለው ዱዓ አደረጉ ማለት ይሄ رجل ማን ነው ምናልባትም ሙእሚኑ አሉ ፍርዓውን ሊሆን ይችላል የሚል መላምት አለ ማንነቱን በትክክል ቁርአን አልገለጸም ግን ጥሩ አሳቢ ለሙሳ ተቆርቋሪ ቅን ሰው ነበር ተቆርቋሪ ቅን ሰው ነበር ከስብሰባው መሐከል ተነስቶ በፍጥነት ስብሰባው ተጠናቀቀው ሙሳ ቤትም ቦታ ይያዝ ከተያዘ በኋላም ይገደል በሚል ብይን ነው ከዛ ማከል ተነስቶ አቋራጭ መንገድን ተጠቅሞ የነበሩበት ቦታ በዛ ግብጻዊ ሰው አማካኝነት ታውቆ ስለነበረ ወደ አቅጣጫው ገሰገሰ
ፈላጊዎቹ ከመድረሳቸው በፊት ይሄ ሰው ደረሰ يسعى ማለት ይሮጠ ይገሰገሰ በፍጥነት ማለት ሙሳ ሆይ መኳንንቶቹ ተላላቆቹ ሰዎች የፍርዓውን መማክርቶቹ ባንተ ላይ አድማ ያደረጉ ነው ያሉት አንተ ተይዘህ መገደል አለብህ ተብሎ እየተፈለክ ነው ያለው ليقتلوك لما ترم لمنم አይደለም لما አጣራትም አይደለም በቃ ወሳኔው ታውቋል فخرج على جوطا اني لا انت تقرقري ነው እንዲህ ምልህ ይላቸው ሙሳ አለይሂ ሰላም ፍታቸው ያለው አማራጭ ከአካባቢው መውጣት ብቻ ነበር فخرج منها خائفا ለፍርሃት ተውጠው ከአካባቢው ወጥዋል يترقبوا من النوع غراقن يتملكتو ይሄንን ይፈልግ ይሆን እነኚህን የሚከታተሉት ማን ይሆን ሰው መጣ አልመጣ في خوف وقلق بس قاعد تستنبه جن يفلق سقات بنورك الله سبحانه وتعالى قارا يتواوك سو يجيتان بر مقرقرو للسكر بنونا قال رب نجني من القوم الظالمين كبدل ان يتسو وچم عادنا ان يالونا بزوات شون كتلو وديت مقواز ان دان لبات شو آياوكم سنك يلات شون ሌላ ቅርቶች አማ የላቸውም በግራቸው ረጅም መንገድ ሄደው ደግሞ አያውቁም ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ያደጉት ወይም በፍርዓውን ክብካቤ ነው ከትልቁ ቦታ ወደ ዝቅተኛው የኑሮ ደረጃ ያመልጡ ነው ህይወትን ለማትረፍ ከመሞት መሰንበት ብለው ማለት